السلام عليكم ورحمة الله خاوتنا، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ريبونس خفيفة لخونا، قال لك بلي عندي نفس المشكل، نحط لهم الماني طوبي من 3 ايام يخلص. هادي سي توتا في نورمال، هاد الحكاية انا صارت لي عندها 3 سنين ولا دار. كانت الماني طوبة رخيصة، كنا نشريوها هكذا ونحطوا لهم ماني طوبة. شنو تلقى الطيور ديالك يفسدوا لك مليح خاوتنا. الو، الانسان واش يلزم يدير؟ يدير الغذاء الاساسي، سورتو الوقت اللي رانا فيه، ها وقت تاع سخانة، يعني كي تبدل الغذاء الطيور ديالك مي مهمش راح يمرضولك. انت واش دير؟ خلي لهم الماني طوبة تكون فيها براقة، يبداو ياكلوا اوتوماتيكمون يجوعوا شوية، يدوروا للبراقة، من بعد دور لهم براقة. كي دور لهم براقة تولي دير لهم الخلطات هادوك تاع البودور دو فوا بار سيمان، 3 فوا بار سيمان، وهذه هي الطيور ديالك يولوا ياكلوا كلش. تولي تضمن انك الطيور ديالك راهم ياكلوا كلش. خاوتنا، تهلاو في روحكم، تهلاو في الطيور ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.